مرحبا بالجميع. سيوضح لك هذا المقطع كيف يمكن للحيوانات وللقطط خاصة أن تنقذ الناس من خطر الأذى أو حتى الموت. تعالوا ناخد 10 حسنات مع بعض ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهيا بنا نتابع. يظهر هذا المقطع طفل صغير يلعب بدراجته أمام منزله في أحد أحياء كاليفورنيا، وهجم عليه كلب ورأته القطة وجرت عليه سريعا وهجمت على الكلب لدرجة أنها تتبعته حتى لا يعود مرة أخرى، وحصلت القطة على جائزة الكلب البطل والمخصصة فقط للكلاب. يمتلك هذا الرجل قدرة مذهلة على الاعتناء بأنواع كثيرة من القطط الكبيرة في مكان واحد، وللأسف هناك واحد منهم حاول التسلل على الرجل ومهاجمته، ولكن النمر البطل وقف في وجه المهاجم ومنع الهجوم. ياريت تقولولنا في التعليقات نوع القط الذي هاجم الحارس. يظهر في هذا المقطع دب جائع تسلل لفناء المنزل، ولكن تصدى له هذا القط الشجاع وطرده على الفور. هذه القطة تحاول إبعاد الطفل عن الخطر المحتمل بكل طريقة ممكنة، ويرجى تذكر أن المطبخ ليس مكانا آمنا للأطفال. يظهر هذا المقطع مجموعة من الكلاب العدوانية تهاجم قطة صغيرة، وتظهر الأم القطة شجاعة لا تصدق بالوقوف وجه هذه الحيوانات الشرسة. وفي هذا المقطع تحاول القطة منع الطفل من الخروج من الغرفة. ترك الأطفال لوحدهم في الشارع في أماكن تنتشر فيها كلاب الشوارع ليست فكرة جيدة، وتظهر هذه اللقطات طفلا صغيرا يتعرض لهجوم من قبل كلب في الشارع، ولحسن الحظ جاء القط الشجاع. وأخيرا أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو، نرجو الاشتراك وإعطائنا إعجابا، ولا تنسوا مشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى لدينا، وشكرا على المشاهدة.